راح نغادي راح أم وديع راح وديع يا راح يا غيب راح وديع الحليل الطيب يا أم وديع يا أم وديع لنا انت قديس بالسماء، انت بالنسبة لنا ما متت، انت سافرت بعيد ورح نرجع نشوفك قريبا يا رب. انا هلا كيف بدي ارجع على قطر؟ كيف بدي ارجع على شغلي؟ كيف بدي ارجع يا ودي على مكتبي على شغلي؟ كيف بدي ارجع على بيتي؟ كيف بدي ادق كل يوم اذا عندي مشكلة؟ مع مين بدي اتروق واتغدى واتعشى كل يوم؟ شو بنعمل؟ هيدي مشيئة ربنا. كنت بتمنى بعد شهر بس صير باي انت تحمل لي بنتي. تغمرها وهي تتعلق فيك وتتعلق بعم وديع. تعرف مين وديع؟ بس ما تخافي حبيبي، اسمك حيضل خالد باسمه وعلى صدره. محبتك عند كل الناس بتبين وكل هالعالم اليوم تعرف انت شو يا وديع بالنسبه لكل العالم مش بس لنا. انت ما فليت، انت بعدك فينا وانت حتضل فينا يا ودي. انا ما بدي طول، انا بس بدي اشكر كل شخص حبنا وكل شخص صلى له ودعا له وعزى فينا ووقف حدنا وكان موجود هود اليوم. نحن بأسرتنا وبأسرة آل وسوف نشكر الجميع. يجي نار أنا وأحكي بعزيك. فليت بكير يا خيي كسرتنا وكسرت قلب بيك وكسرت قلوبنا كلنا. بيك كان أغلى شيء عندك بالدنيا، كان أمك بس يضل مرتاح، كنت عايش كل حياتك كرماله لتشوفه مبسوط ومرتاح. كلنا بهالعيلة لنا حصة باسم وديع. بيي أبو وديع، أمي أم وديع، أنا وتيمي إخواته لوديع. صلى كلنا هون وهديع منه معنا. كل اللي بيعرفه بيعرف قدي قلبه طيب، بيعرف قدي خدوم، قدي بيحب العالم، ما بيطلب طلب اللي قاله لغيره، بيفكر بغيره ما بيفكر بحاله. صاحبه صاحب محب، بيحب الكل وبيساعد الكل. بالنسبة لنا نحن الحياة أنا وخيي وبيي وأمي ومرتي وإختي، حياة بطل إلا معنى من دونك يا وديع. نحن بالنسبة لنا أنت قديس.